منتصف الليل بتوقيت العاصمة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستهل النشرة بأبرز العناوين. مقتل 14 من ميليشيات الكرامة في درنة، والعفو الدولية تطالب بفتح ممرات إنسانية للمحاصرين. السعودية تعرض على الفرقاء الليبيين تشكيل حكومة جامعة. اليونيسف تؤكد بأن 60 و200 ألف طالب تأثروا سلبا بالنزاع الدائري في ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. قتل 14 من ميليشيات الكرامة وجرح آخرون، بينهم قائد ميداني، خلال الاشتباكات المتواصلة في أحياء شيحة الشرقية والمغار ووسط مدينة درنة. وقال مصدر من قوة حماية المدينة إن أفراد القوة أعادوا سيطرتهم الاثنين على حي شيحة الشرقية، بالإضافة إلى عدد من الأحياء المجاورة، مشيرا إلى تدمير عدد من المدرعات والآليات خلال الاشتباكات. أعادت أفراد قوة حماية درنة الاثنين السيطرة على حي شيحة الشرقية، وظهر تسجيل مصور بثه المركز الإعلامي درنة أثر الدمار الذي خلفه القصف المدفعي والجوي لميليشيات الكرامة على مدرسة الوحدة بالحي ذاته. أثار القصف العشوائي على مدرسة الوحدة بحي شيخ. دعت منظمة العفو الدولية جميع الأطراف المشاركة في قتال درنة إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة لتقديم مساعدات محايدة وإنقاذ أرواح المدنيين الذين لا يزالون محاصرين في المدينة. قالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان لها إن الأنباء الواردة من مدينة درنة مروعة، مشيرة إلى أن الحصار المطول تسبب في معاناة للمدنيين والقتال العنيف أحدث كارثة إنسانية بالمدينة. أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن السعودية نظمت عددا من اللقاءات السرية لمسؤولين مقربين من مجرم الحرب حفتر وآخرين في كل من طرابلس ومصراتة. المصادر بحسب صحيفة العرب الجديد أشارت الثلاثاء إلى أن الرياض عرضت على الفرقاء الليبيين تشكيل حكومة جامعة. كان رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج عرضها على المسؤولين السعوديين خلال زيارته للرياض الأسبوع الماضي. توقعت تلك المصادر أن تشهد الحكومة المقترحة تغيرات وزارية، مضيفة أن ذلك سيعلن عنه بعد انتهاء شهر رمضان. هذا وكشف عضو مجلس النواب المنحل عيسى العريبي عن اجتماعات مكثفة، قال إنها عقدت خلال الأيام الماضية بين بعض أعضاء من مجلسي النواب والرئاسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكد العريبي في تصريحات صحفية أن التشكيل وتقديم هذه الحكومة سيتم بعد عيد الفطر، على أن يقدمها المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب لكي يتم منحها الثقة. بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي مخرجات لقاء باريس ملف الاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات. أكد رئيس المجلس خلال اللقاء الذي جمع الطرفين بطرابلس على التزامهم بكل ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات الدولية، مشيرا إلى تجهيز لجان مختصة لمتابعة هذه الاتفاقات بالتعاون مع مجلس النواب المنحل من جهته. وأكد وزير الخارجية التونسي أن سياسة تونس تقديم الدعم دون التدخل السلبي في الشأن الداخلي لجيرانها. في ملف آخر، أعلن المجلس الرئاسي رفضه لأي قرار من مجلس العموم البريطاني بتعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من أرصدة ليبيا المجمدة. وأكد المجلس في بيان له رفضه القاطع لأي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه، فالقرار المتضمن تجميد الأموال الليبية وقرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع
ملزم لكل الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة، معتبرا اتخاذ مثل هذا القرار مخالفا للقانون الدولي وانتهاكا للسيادة الليبية، مطالبا مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج. هذا وقد بات متوقعا تصويت مجلس العمومي البريطاني على قانون يجيز استعمال الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا في تعويض ضحايا حرب الجيش السري الإيرلندي فيما يوصف بأكبر عملية قرصنة أموال في هذا العصر تحت ستار القانون يجهز السرقة. متابعات بريطانية وإيرلندية لملف تعويضات ضحايا عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي أفصحت عن سعي حثيث للزج بليبيا وتحميلها جبر ضرر الإيرلنديين والبريطانيين ممن سقطوا نتيجة صراع استمر عقودا بين الجيش البريطاني والجيش الجمهوري في إيرلندا الشمالية بزعم تلقي العناصر الإيرلندية دعما ماليا وسلاحا من المخازن والخزائن الليبية. تسريبات لصحيفة بلفاست تلغراف في وقت سابق العام الماضي أماطت اللثام عن مباحثات سرية كانت قد جرت بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي وحكومة المحافظين الجديدة في بريطانيا، كرست لوضع اللمسات النهائية لمشروع ملف التعويضات المبنية على مطالبة ليبيا بدفع الملايين أو ربما المليارات لتعويض آلاف الضحايا الذين قضوا أو تضرروا نتيجة عمليات الجيش الإيرلندي. الانتخابات البريطانية التي جرت منتصف 2017 أفرزت بريطانيا أكثر انقساماً وهشاشة ودفعت برئيسة حزب المحافظين تيريزا ماي إلى اللجوء إلى التحالف مع الحزب الديمقراطي الإيرلندي من أجل تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة، وذلك ما عزز مطالبات الحزب التي استمرت لعقدين من أجل إلزام ليبيا بتعويضات الحرب في إيرلندا الشمالية، حرب ليس للليبيين فيها ناقة ولا جمل. وبعد مرور عام على تلك التسريبات بات متوقعا صدور قانون عن مجلس اللوردات البريطاني يجيز الاستحواذ على أي أموال ليبية في بريطانيا لاستيفاء التعويضات المزعومة في عملية ابتزاز دولية واضحة المعالم في غفلة من السلطات الليبية التي تكتفي اليوم بمجرد بيان للرئاسي المقترح، بيان يعرب فيه عن رفضه الشديد لاعتزام مجلس العموم البريطاني على التصويت على جواز السرقة بقوة القانون. وينضم إلي مباشرة عبر الهاتف الأستاذ عبد الحميد الفضيل، خبير اقتصادي وأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة مصراتة. سيد عبد الحميد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدي قناة الصلاة على الفضائي. بغض النظر عما إذا كان لدى بريطانيا ربما منفذ قانوني لاتخاذ مثل هذا الإجراء والتصرف في أموال ليبية مجمدة، ولكن هل له تأثير كبير على الاقتصاد الليبي وعلى الأموال المجمدة في الخارج، وربما هل يكون يعني فاتحة لدول أخرى لتتخذ نفس الإجراءات؟ صحيح أستاذ مصطفى، يعني الخطورة في هذا الموضوع يعني ربما تكون يعني لو نجحت بريطانيا فعلا في استغلال هذه الأموال المجمدة وفقا لقرار مجلس الأمن في 2011 القرار رقم 1973، ربما تكون سابقة خطيرة ويتم بها يعني استغلال واستنزاف الأموال المجمدة في دول أخرى. نحن نعلم أن على الدول على الدولة الليبية التزامات عدة تتمثل في الشركات، يعني عقود الشركات المتوقفة منذ تقريبا 7 سنوات، وهذه الشركات تطالب الآن بتعويضات على إهلاك الأصول التي موجودة في ليبيا بالإضافة إلى تعويضات أخرى كفوائد. وبالتالي إذا ما نجحت هذه الخطوة في بريطانيا أعتقد أنها ستكون سابقة خطيرة وسيتم استنزاف كل الأموال المجمدة في الخارج، وهنا يقع العاصق على الحكومة ممثلة في حكومة السراج أن تكون جدية في أولا في حصر كل الأموال المجمدة. يعني الأموال المجمدة أستاذ مصطفى في الخارج إلى الآن لا توجد رقم حقيقي من جهات رسمية يحدد هذه الأموال، وأيضا يحدد قيمة هذه الأموال في كل دولة، يعني تقريبا هذه الأموال موزعة على عشرات الدول في العالم. طيب يعني استنادا على هذه الأموال
يعني خلال السنوات الماضية. هذا جزئية. الجزئية الأخرى يعني حقيقة يعني الرئاسي، شفنا هذا البيان الفات، يعني الرئاسي أصبح كأن مؤسسة مجتمع مدني تقوم بالبيانات من حين إلى آخر، ولكن لا نشاهد أي إجراء حقيقي. يعني هذا الإجراء الذي سوف يقدم عليه مجلس العموم البريطاني للتصويت على هذا القرار يعني ليس شيئا جديدا. يعني هناك تسريبات منذ أشهر أو سنوات إن ربما سوف يتخذ مثل هذا الإجراء. يفترض من طيب سيد عبد الحميد، يعني استنادا إلى مقال قديم في واشنطن بوست، قدرت الأموال المجمدة بحسب قرار مجلس الأمن 1973 بما يقارب 2000 مليار، يعني 2 تريليون دولار، وهو رقم يعني لم يتمكن أحد من التأكد من صحته. ولكن يعني حتى وإن سلمنا جدلا بأن هذا الرقم غير صحيح، بريطانيا قالت بأن لديها 70 مليار دولار و200 طن من الذهب، هذا رقم كبير جدا. برأيك ما هي التكلفة التي تسعى بريطانيا أو الرقم الذي تسعى بريطانيا لأخذه من هذه الأصول، خصوصا أن فترة الحرب امتدت قرابة 10 سنوات؟ حقيقة يعني بريطانيا تسعى بكل الطرق بأن تتحصل على أكبر قدر ممكن من هذه الأموال المجمدة في بريطانيا. يعني الرقم لا أحد يستطيع أن يتكهن بهذا الرقم، يعني ولكن سوف يكون رقم كبير. الموضوع ليس فيه قيمة هذا الرقم، الموضوع بكونها أنها سوف تكون سابقة، وبالتالي إذا ما نجحت بريطانيا في الحصول أو فك التجميد على هذه الأموال المجمدة واستغلالها سوف تكون سابقة لكل الدول، سوف كل الدول تقدم على نفس الخطوة أو على نفس سوف تسير. طيب من هو المناط به الدفاع عن هذه الأموال؟ هل هو مؤسسة الاستثمار الخارجي؟ هل هو مصرف ليبيا المركزي أو المصرف الليبي الخارجي أم الحكومة؟ من هو الجهاز المناط به الدفاع عن هذه الأصول في ليبيا؟ أستاذ مصطفى، هي مسؤولية مشتركة، يعني تقع على عاتق الحكومة بشكل عام، المصرف المركزي، وزارة الخارجية، يعني الجهات القضائية، الكل يجب أن يعمل في اتجاه واحد، وهو محاولة يعني الوقوف صف واحد يعني من أجل أن لا يتخذ هذا القرار. أيضا مجلس الأمن هو يدعي بأنه من خلال اتخاذ القرار أنه يحافظ على الأموال الليبية في الخارج، ولكن أعتقد أن الحكومة البريطانية لا تستطيع رفع الحظر على أو التجميد على هذه الأموال إلا من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي، وتحديدا من لجنة العقوبات في الأمم المتحدة. وبالتالي إذا ما لجنة العقوبات في الأمم المتحدة وافقت على رفع أو فك التجميد الجزئي بقيمة هذه التعويضات، أعتقد أنها ستكون سابقة خطيرة، وهذا أيضا يعد انتهاك للسيادة الليبية. يعني غياب الحكومات أو هذه الحكومة الهشة الضعيفة يعني ساعدت أو أستطيع القول أنها دفعت بعض الدول إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وبالتالي أيضا اتخاذ مثل هذه الإجراءات، العودة إلى سؤالك السابق، سوف يؤثر على وضع الاقتصاد الليبي. الاقتصاد الليبي الآن محتاج لكل دولار، وبالتالي على طول السبع سنوات على ما مر فيه الاقتصاد الليبي من أزمات اقتصادية خانقة عانى منها المواطن البسيط، ولكن لم نرى يعني محاولات لفك التجميد من أجل التخفيف على معاناة المواطنين. أعتقد أنها أستاذ مصطفى والله سابقة خطيرة وخطيرة جدا. نأمل أن لا يتم هذا الموضوع، سواء وقف ذلك الحكومة الليبية وقفت في وجه هذا اتخاذ مثل هذا الإجراء أو من خلال مجلس الأمن. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، وكذلك الخبير الاقتصادي. في ذات السياق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عقوبات على الأشخاص الستة الواردة أسماءهم في قرار العقوبات بمجلس الأمن لتورطهم في تهريب المهاجرين بحسب القرار. يقضي القرار الأمريكي بحظر جميع وصول هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في حوزة أو سيطرة أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، إضافة إلى منع المواطنين الأمريكيين من الدخول في معاملات معهم، وفق ما نشرته صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا.
بدور مدد مجلس الأمن الدولي الاثنين قرر حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لسنة أخرى بعد تقديم بريطانيا لمشروع قرار يقضي بذلك. ويسمح القرار الصادر عن المجلس للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في عرض البحر للتصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة وفق ما نشر على الموقع الرسمي للمجلس. أعلنت كتائب الثوار التابعة للمجلس العسكري مصراتة بمنطقة زاوية المحجوب رفضها التام للتدخل في الشؤون القضائية أو محاولات التأثير على سير أعمالها اجتماعيا أو عسكريا. رفضت الكتائب في بيان لها أي بيانات مناطقية خاصة في القضايا والملفات المتعلقة في الشأن الوطني، داعية جميع المكونات الاجتماعية إلى النأي بنفسها عن الخوض في مسائل المساومات السياسية. طلب المجلس المحلي بنوليد النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل 3 أشخاص جراء غارة جوية للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إفريكوم يوم 5 يناير الجاري بوادي البيغلا في منطقة شميخ جنوب المدينة، التي أسفرت عن مقتل أحد عناصر تنظيم الدولة وإثبات تورطهم أو براءتهم من التهم الموجهة إليهم في بيان. وأوضح المجلس في البيان أن القصف الجوي الأمريكي راح ضحيته كل من محمد الونيس محمد بوستة ومعتوق سعد ميلاد باغا وسليم محمد علي الدروعي، مؤكدة أنهم من خيرة شباب المدينة بشهادة ذويهم وأقاربهم وأنهم لا ينتمون إلى أي تنظيمات إرهابية. استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير صباح اليوم بمكتبه السفير التركي أحمد دوغان. ناقش الطرفان آلية التعاون بين مؤسسات الدولة في البلدين، كما وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الخاصة بعودة الشركات التركية للبلاد. بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة فايز السراج الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع سفير القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تشيمينغ عن رغبة الشركات الصينية في العودة لاستئناف العمل في ليبيا وتفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. السراج بدوره أكد أن المجال مفتوح أمام الشركات الصينية للعمل في ليبيا وأنه يتطلع إلى إعادة الزخم للعلاقات بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون المشترك يشمل مجالات متعددة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المقترح. بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بمكتبه صباح الاثنين مع مدير عام شركة سامبرغير ليبيا رضا الكبير متابعة الأعمال المشتركة ومدى نجاحها، كما تناولت تقنيات الحديثة والتدريب الداخلي والخارجي في مجال الهندسة النفطية والسوفتوير. وتطرق اللقاء لمناقشة إقامة ورش عمل وخطة الخليج في الربعين الثالث والرابع للعام الحالي في زيادة الإنتاج والخدمة. أعلنت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أنها تلقت مناشدة من مدينة غدامس حول اختفاء 16 مهاجرا غير شرعي بينهم 7 نساء برفقتهن 9 أطفال بعد وصولهم إلى المدينة يوم الثلاثاء الماضي. وأوضحت المنظمة عبر بيان لها أن المهاجرين عبروا الحدود الليبية قادمين من الجزائر، وقد قامت شاحنة في ساعة مبكرة الاثنين بنقل النساء والأطفال إلى جهة مجهولة وحتى الآن لم تتوفر أي معلومات عنهم. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف الثلاثاء أن 89 و400 مدرسة تأثرت بالنزاع في ليبيا، وهو ما أثر سلبا في تعليم قرابة 60 و200 ألف طالب. أضافت المنظمة على حسابها الرسمي أن أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة أجبرت العديد من المدارس على الإغلاق في مدينتي درنا وسبها. يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أعلنت في يناير المنصرم أن 78 و300 ألف طفل في حاجة إلى المساعدة والحماية في ظل تدهور الحالة الإنسانية في ليبيا. هذه النشرة متواصلة وفيها بعد فصل.
اختتام المسابقة الرمضانية بمسجد شط الهنشير في طرابلس. نبشركم بأن ساعة الصف السفر لتحريرها قد دقت. لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. الروح بالدم والسيف يا دلال. والحصار من الحصار. أناشدكم الله ثم الرحم يا أبناء ليبيا أن تكونوا عونا لنا على إطفاء نار الحرب وإخماد الفتنة. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور. أهلا بكم مرة أخرى. أسدل الستار الاثنين بمسجد الهنشير بالعاصمة طرابلس على النسخة الثالثة للمسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم والتي يشرف عليها مركز تحفيظ شكري حمادي. عبد الحكيم محمد والتفاصيل. اختتمت بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس الاثنين المسابقة الرمضانية الثالثة لحفظ القرآن الكريم والتي يقيمها ويشرف عليها مركز تحفيظ شكري الحمادي بالتعاون مع اللجنة الإدارية بالجامع الكبير الهنشير. وشارك في فعاليات المسابقة التي استمرت لعشرة أيام 110 طلاب من الذكور والإناث، وتحصل 40 طالبا وطالبة على تقدير ممتاز. وقد قسمت المسابقة إلى 6 جوانب، وهي ثلث القرآن وربعه والأجزاء الخمسة وجزء تبارك وجزء عم. انطلقت هذه المسابقة في العام القبل الماضي بجهود من أهالي هذه المنطقة المباركة، وابتدأت بكتابي الشيخ شكري حمادي وكتاب الجامع الكبير، ومن ثم يعني الكتاتيب المجاورة لهذه المنطقة منطقة الهنشير. وافتتحت المسابقة في يوم 16 من رمضان، حيث أشرف على هذه المسابقة نخبة من المشايخ الفضلاء الذين قيموا هذه المسابقة، وسجل في هذه المسابقة 130 طالب وطالبة مقسمون على 6 جوانب: جانب ثلث القرآن وربع القرآن والأجزاء الخمسة وثلاث الأجزاء من القرآن والجزئين وجزء عم. وكان التنافس طيبا وممتازا في هذه المسابقة المباركة. هذه المسابقة السنوية التي اعتادت منطقة سوق الجمعة متابعتها بشوق وشغف تهدف إلى خدمة كتاب الله تعالى والارتقاء بالمستوى العام للآداء القرآني وخلق روح التنافس والتشجيع على إتقان تلاوته ودعم مواهب حفظ وتجويد القرآن الكريم، كما تهدف أيضا إلى تأكيد القيم الإسلامية ودورها في حياة الفرد والجماعة، مصداقا لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعرض خلال المسابقة فيلم عن تاريخ المركز وإنجازاته منذ تأسيسه، وتعريف إحصائي بمعدل الانتساب إلى المركز وازدياده المشهود في السنوات الأخيرة. وفي ختام المسابقة وزعت الشهادات والجوائز المالية على الطلبة المتفوقين، ووزعت شهادات التقدير على لجنة المسابقة وعلى المشايخ. كرم رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة فائز السراج الثلاثاء الشاب الشيخ حمزة البشير حرشة الفائز بالترتيب الثاني في جائزة دبي لحفظ القرآن الكريم، وذلك أثناء استقباله لا رفقة معلمه الشيخ عبد الباسط أحمد الفرجاني. ومنح السراج الشيخ حمزة البشير حرشة درعا تكريميا لتفوقه، متمنيا له دوام التوفيق وأن يكون نجاحه حافزا للشباب والناشئة على حفظ كتاب الله، كما منح درعا آخر لمعلمه الشيخ الفرجاني.
نظمت اللجنة المشرفة على مسجد مصعب بن عمير بمدينة ترهون مائدة إفطار للصائمين من ضيوف المدينة من الطلبة والعمالة الوافدة وبعض الأهالي المجاورين للمسجد. بحسب مراسل التناصح في مدينة ترهون فإن هذه الموائد تهدف إلى تحقيق مقصد من مقاصد هذا الشهر الفضيل وجمع المسلمين على مائدة واحدة في لحظة الإفطار. قال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الاعتمادات المستندية المعنية بالتطعيم لهذا العام واستبعد حملات تطعيم أخرى. النجار في تصريحات صحفية الثلاثاء أوضح أن المبلغ المخصص 34 مليون دينار فقط لحملات تطعيم ربع سنوية وليست للعام بأكمله كما جرت العادة، كما أن عدد الأطفال دون السادسة من العمر يقدر بمليون ونصف مليون طفل ليبي. نظم فوج كشاف البوانيس بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ونادي العلا الرياضي الأحد مائدة إفطار جماعي للجاليات العربية والإفريقية، وتأتي هذه المبادرة من ضمن مناشط فوج كشاف البوانيس السنوية ومؤسسات المجتمع المدني، وقيمت هذه المبادرة بباحة مسجد سمن العتيق. شرع مصرف الجمهورية فرع السوق بمدينة مرزوق في توزيع مخصصات من السيولة النقدية التي وصلت إليه الاثنين قادمة من مصرف ليبيا المركزي، وتمكن أكثر من 600 مواطن من السحب بعد 10 أشهر من غياب السيولة عن المنطقة بشكل عام ومدينة مرزوق بشكل خاص، وقد كان سقف السحب حوالي 500 دينار. أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة ما تسبب في عجز كبير في التوليد المتاح للشبكة العامة. وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية أن الوحدة الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية التي تقدر قيمتها ب 250 ميجاوات والوحدة الغازية الثانية بمحطة الزاوية المزدوجة 210 ميجاوات خرجت عن الخدمة جراء ارتفاع درجات الحرارة يوم الاثنين. أضافت الشركة أن خروج المحطتين أجبر الشركة على اللجوء إلى طرح الأحمال يومي أمس واليوم، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة لا زالت مستمرة. صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بأكثر من 100 درهم مع بدء التعاملات اليومية في السوق السوداء. بدأ سعر الدولار اليوم الثلاثاء عند 6 دنانير و590 درهما للبيع عند 6 دنانير و570 درهما للشراء. كان الدولار قد فقد من قيمته أكثر من دينار كامل خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وهذه نظرة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء. وهذا تذكير بأبرز العناوين. مقتل 14 من ميليشيات الكرامة في درنة، والعفو الدولية تطالب بفتح ممرات إنسانية للمحاصرين. السعودية تعرض على الفرقاء الليبيين تشكيل حكومة جامعة. اليونيسف تؤكد بأن 60 و200 ألف طالب تأثروا سلبا بالنزاع الدائر في ليبيا. وتابعتم أيضا اختتام المسابقة الرمضانية بمسجد شط الهنشير في طرابلس.
شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.